تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وارتفاع عدد القتلى إلى 56 مدنيا وعشرات العسكريين. بناء على دعوة من مصر والسعودية، اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لمناقشة الأوضاع في السودان. في كلمته بمناسبة عيد القيامة المجيد، قداسة البابا تودروس الثاني يوجه الشكر للقيادة السياسية على الإنجازات التي تحققت في مصر. العاشرة صباحا في القاهرة ومن النيل لكم التحية. لليوم الثاني على التوالي تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الردع السريع في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 56 مدنيا حسب ما أعلنت نقابة الأطباء. وتحدثت النقابة عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الأمن، فيما بلغ عدد المصابين 600 بينهم عدد من أفراد الأمن. وقالت إن عددا كبيرا من الجرحى لم يتم نقلهم إلى المستشفيات بسبب صعوبات في التنقل أثناء الاشتباكات. ويشهد السودان انسدادا سياسيا، ومطلع الشهر الحالي تأجل مرتين توقيع اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان إثر الاشتباكات الدائرة بها، مؤكدا خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، ومطالبا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق. تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد حرصه على التواصل مع الرئيس السيسي في ظل الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة ما يتعلق بدعم المسار الانتقالي في السودان، داعيا كافة الأطراف السودانية إلى وقف الأعمال العدائية. قالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها إنها تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بأنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية، وتهيب القوات المصرية المسلحة الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية. تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الوضع في السودان، وذلك بناء على دعوة من مصر والسعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان في أسرع وقت. في الوقت نفسه أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء المستويات العالية من العنف في السودان الذي راح ضحيته العشرات. وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها على سلامة رعاياها في السودان، وقالت على لسان أحد مسؤوليها إن وزارة الخارجية الأمريكية أو وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن يتواصل مع الدول ذات التأثير هناك من أجل وقف القتال. و
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى معايير والمواصفات في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي أمس مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، تحديدا مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، لا سيما ما يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية لإقامة مناطق تنموية صناعية وزراعية متكاملة، بما يحقق أهداف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي طالما عانى منها المواطنون خاصة في المدن والأحياء الرئيسية، وكذلك زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما شهد الاجتماع عرض مشروعات الهيئة الهندسية في إطار الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء، وكذا استعراض الموقف الإنشائي والهندسي للمشروعات في المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات، سواء في مراحل الدراسة والتخطيط أو التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالتنسيق الحضاري والاشتراطات البيئية، منوها إلى أن العمل الحثيث والدؤوب في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يهدف لتأسيس واقع مصري جديد يمتاز بارتفاع جودة الحياة وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين. وجه البابا تودروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجه الشكر للقيادة السياسية على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مصر. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة عيد القيامة المجيد. إحنا على أرض مصر النهاردة بنشكر الله من أجل النعم الكثيرة التي يعطيها لنا، نشكر الله من أجل السلام، ونشكر الله من أجل الاستقرار، ونشكر الله من أجل الأمن، ونشكر الله أيضا من أجل الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية والقيادة السياسية. وهذه الإنجازات إنجازات يمكن النهاردة لا نشعر بقيمتها، ولكن هي للمستقبل الممتد، وهي من أجل مستقبل مصر، مستقبل أبناء مصر. الإنجازات الكبيرة اللي بتتم على أرض مصر كلها من أجل بناء دولة قوية وبناء مجتمع قوي وبناء مجتمع يحيا في كرامة وفي مساواة وفي عدل ويحيا في رفاهية. ومجتمعنا المصري مجتمع كبير، ومصر زي ما بنسميها دايما هي قلب العالم كله. من الكاتدرائية المرقسية ينضم إلينا زميلنا مراسل النيل كريم كمال. كريم، كل عام ومصر بخير والمصريين بخير، حدثنا عن أجواء الاحتفال وكذلك عن كلمة ولقائك مع البابا تودروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. كريم كمال، نعم زميلتي دينا، كل عام وأنت بخير، وكل عام والشعب المصري بصحة وسلامة، والأخوة الأقباط
بصحة وسلامة بمناسبة عيد القيامة المجيد. بالفعل كما ذكرتي قدسة البابا طوادروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية بابا الإسكندرية، تحدث في كلمته أمام جموع الشعب المصري حول الاحتفال بهذه المناسبة، ووجه العديد من الرسائل في كلمته. كانت بداية هذه الرسائل هي تشجيع الشباب على ممارسة العمل وعلى استمرارهم في النهوض ببلدهم، وأيضا البعد عن التراخي والكسل، كما أيضا أكد في كلمته ثمن جهود الدولة المصرية في كافة المجالات، خاصة وأن الدولة تشهد العديد من المشروعات والتي تستهدف كافة الطبقات، هذا بالإضافة إلى أن هذه المشروعات يعني تستهدف عمل الشباب وأيضا البعد عن البطالة. كما أكد قدسته في كلمته أمام جموع الشعب المصري بأن تلاحم الاحتفال بالأعياد، خاصة وأن عيد القيامة المجيد يترابط مع الاحتفال بشهر رمضان وشم النسيم وأيضا عيد الفطر الأسبوع المقبل، هو يقدم ملحمة وطنية وتلاحم ديني كافة أطياف الشعب المصري. الجدير بالذكر بأن بالأمس كان الاحتفال بعيد القيامة المجيد، والذي بدأ بالترانيم وبعدها دخل موكب قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومعه الشمامسة وأيضا مجموعة من الأسقف المجمع المقدس. هذا بالإضافة إلى أن هذه الاحتفالية شهدت تواجد عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى قادة الفكر وأيضا عدد من رموز ووزراء الدولة المصرية. أخيرا دينا الاحتفال هنا في الكنيسة بالعباسية، يعني كان في صباح اليوم استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الأسكندرية الجموع الذي جاءوا هنا إلى الكنيسة وقام بالسلام عليهم، كما أيضا كان هناك أحاديث ما بين قداسة البابا وعدد من المواطنين الموجودون هنا في مقر الكنيسة، وأتمنى لهم الاحتفال بهذا العيد، وأيضا أتمنى لهم أجازة سعيدة وأجازة عيد سعيدة، وأيضا حثهم على الاستمرار في العمل، حثهم أيضا على مساعدة الجميع وأيضا تقديم الخير في هذه الأيام المباركة. كريم كمال مراسل النيل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمفكر أستاذ جمال أسعد. أستاذ جمال تحياتي، كل عام وحضرتك ومصر بخير. في كلمة البابا طوادروس بابا الإسكندرية كان هناك كثير من الرسائل الهامة التي قالها، منها على سبيل المثال أن السيد المسيح جاء لينشر السلام والمحبة على الأرض وينشر فكرة قبول الآخر، وما أحوجنا إلى مثل هذه القيم في وقتنا الحالي، في وقت فيه بعض الاستقطابات وفيه بعض الآراء المتضاربة وفيه بعض أيضا النزاعات المختلفة. كيف قرأت حضرتك كلمة قداسة البابا اليوم؟ أستاذ جمال أسعد الكاتب والمفكر، سنعاود الاتصال بحضرتك مرة أخرى، وإلى تفاصيل عن أخبارنا نتابع. كان قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ومؤسسات الدولة لتهنئتهم لجموع الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأكد خلال ترأسه قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أكد أن تعاليم السيد المسيح جاءت لتنير الطريق أمام البشرية ومنحهم الحب والتسامح وقبول الآخر وفرح الأفراح. والقيامة كحدث في حياة الإنسان هو حدث يومي، فنحن يوميا نقوم في الصباح لممارسة أعمالنا ومسؤوليتنا. والقيامة تمنح الإنسان، قيامة السيد المسيح تمنح الإنسان عطايا كثيرة، تمنحه الأمل والرجاء والقوة، وتمنحه أيضا
العين الإيجابية للحياة. يعود إلينا من جديد الكاتب الصحفي والمفكر الأستاذ جمال أسعد، تحياتي لحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. وفي كلمة قداسة البابا اليوم، الحقيقة كانت مجموعة من القيم المهمة جدا التي يحتاج إليها الشارع المصري في ذلك التوقيت، كيف قرأت حضرتك كلمة قداسة البابا صباح اليوم؟ أولا صباح الخير، وكل سنة والشعب المصري بكل الخير. لا شك أن كلمة قداسة البابا اتسقت وتوافقت مع المناخ المصري الان، نعم، خاصه بعد ثوره 30 يونيو اللي كان يكون صرعاء تماما يعني. الان المناخ مناخا مصريا لا علاقه له بالطائفيه التي عانينا منها كثيرا لسنوات عديده من تنظيمات معروفه وكانت لا تريد الخير لمصر. قداسه البابا الان يركز دائما خاصه في هذه العظه على وحدة المصريين، التوحد مصر الحقيقي، أن مصر شعب واحد. يتوافق وهذه إرادة إلهية أعياد المصريين، لا أقول مسيحيين ولا مسلمين، ولكن نعم، أعياد المصريين، نعم، التي أصبحت رغم أنها أعياد دينية ولكن أصبحت أعيادا قومية. فكل الأعياد سواء أعياد إسلامية أو أعياد مسيحية هي أصبحت هي الآن أعياد قومية لكل المصريين. القيم التي تحدث عن قداسة البابا قيم لابد أن يتصل بها جميع المصريين لكي نواجه كل التحديات الداخلية والخارجية التي واجهها الوطن الآن. وطن هو وطن كل المصريين، وطن مصر لجميع المصريين، ولذلك لابد أن نتسم بقيم معينة، قيم نعيد الأخلاق، نعيد التوحد الحقيقي، نعيد قيمة العمل، نعيد قيمة الانتماء لهذا الوطن، حتى يمكن أن نواجه ما هو قائم وما هو قادم، لأن العالم ومصر يعيشان الآن في ظروف غير عادية، ولا يمكن أن نواجه هذه الظروف إلا بتوحد حقيقي وبقيم حقيقية تؤكد القيم العليا والمقاصد العليا للأديان، لا أقول إسلام ومسيحية، للأديان، لأن القيم العليا هي قيم واحدة للأديان تعلي من قيمة الإنسان وتقبل الآخر. ولذلك في ظل هذه القيم وهذه المبادئ يكون هناك وحدة مصرية حقيقية نجعلنا نواجه كل التحديات وتؤكد بحقيقة أن مصر لكل المصريين. نعم، الكاتب والمفكر أستاذ جمال أسعد، شكرا جزيلا لحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. مع دقات أجراس الكنيسة وتعالي أصوات الترانيم التي ملأت القلوب، بدأ الاحتفال بعيد القيامة المجيد وسط حضور كبير من كبار رجال الدولة والسفراء والدبلوماسيين. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح به. يا رب تخلصنا، يا رب تسهل طرقنا. الله الرب أضاء علينا. تضمن الاحتفال بالعيد صلوات ورسالات حب للسيد المسيح وكلمات عظة للجمهور، مؤكدين أن الأعياد والمناسبات الدينية هي ترجمة لوحدة وتلاحم أبناء الوطن الواحد. مصر كلها الحقيقة يعني بتقول أن مصر بخير، نسيج واحد، كل سنة ومصر كلها طيبة وبخير. رمضان الكريم، العيد القيامة المجيد، عيد الفطر المبارك، كلها يعني أيام بتعبر عن يعني لحمة الوطن والمصريين مع القيادة السياسية. كل سنة ومصر كلها بخير، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين. إن المسيح رسالة فرح لتكن فرحا في كل حين، يعني لا أراك إلا فرحا. ربنا عايز يشوف الإنسان في حالة فرح دائم، افرحوا كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فالفرح ده مرتبط بالسلام الداخلي، لو أنا ما عنديش سلام مش هقدر افرح، لو أنا مش بحب أخويا مش هقدر افرح، لو أنا عندي عداوة في قلبي وشايل من حد مش هقدر افرح. ياما فرحة بتتخطى المواقف. بنقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين بأعياد الربيع وعيد القيامة وشم النسيم. المسيح قام، بالحقيقة قام.
يعد عيد القيامة المجيد آخر أيام أسبوع الآلام الذي بدأ بأحد السعف واستقبال السيد المسيح في القدس، ويليه 6 أيام من أيام الصبخة والصبر وخميس العهد في العشاء الأخير وسبت النور. يأتي الاحتفال بعيد القيامة المجيد متزامنا مع شهر رمضان المبارك ليؤكد على قوة الروابط الأخوية التي تجمع أبناء هذا الوطن الواحد. من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، محمد الخطيب، النيل. احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بعيد القيامة المجيد برئاسة الدكتور القيس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر. وحضر الاحتفالية لفيف من قادة الكنيسة والمسؤولين والشخصيات العامة. احتفالنا بعيد القيامة المجيد تزينت وتجملت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة التي استقبلت شعبها وكبار الزوار والشخصيات العامة، وضوت في أرجائها الصلوات والترانيم والموسيقى الروحية لتحتفل الطائفة الإنجيلية بقيامة السيد المسيح في أجواء من البهجة والألفة. النهاردة بنشوف أن مصر كلها بتحتفل، ولما تتعانق الأديان معا وتتعانق الأعياد معا احنا بنشوف ان مصر في وحدة واحدة، وهذه هي اللحمة الوطنية للجسد الواحد بلادنا المصرية. اولا يعني سعيدة جدا ان اكون موجودة النهاردة مع الطائفة الإنجيلية وبنحتفل مع بعضنا بعيد القيامة المجيد، وايام مباركة علينا جميعا مسلمين ومسيحيين من كل الجهات الحكومية والأهلية والإعلامية والقضائية، وكل مصر كلها جت تحتفل تقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وبنذكر بعضنا برسالة الأنبياء، وحتى لو الأنبياء رحلوا بيتركوا فينا رسالة الخدمة ورسالة الحب والعطاء. جمع من الحضور من مختلف الفئات ورجال الدولة ورجال الدين الإسلامية قدموا التهنئة بالعيد في مشهد عكس اللحمة والألفة والنسيج الواحد بين المصريين. نحن جئنا اليوم إلى الكنيسة الإنجيلية، وكما قال سعادة الدكتور القس أندريا زكي أن عيد القيامة هي قيامة للتعاون وقيامة للبر وقيامة للصلة والنفع للإنسانية كلها. أنا بقول كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد القيامة وعيد الفطر، كل سنة ومصر كلها طيبة يا رب. احنا متعودين كل سنة بنحضر معاهم القداس وبنعيد معاهم، ودي عادة احنا متعودين عليها من زمان، ودي بناء على المحبة والأخوة بين المسلمين والمسيحيين، وان احنا بنبقى سعداء جدا واحنا معاهم في اليوم ده، هم كمان بيبقوا سعداء بينا جدا، وكل سنة وكل مصر وشعبها طيب وبخير يا رب. وفي نهاية الاحتفالية وجه القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر لكل الحضور من المهنئين، وألقى كورال الكنيسة المعزوفات الدينية التي تحمل الأمنيات والدعوات لحفظ بلادنا من كل سوء. طقوسنا كنسية مبهجة انطلقت من هنا من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة احتفاءنا بعيد القيامة المجيد، فمن الصلوات والموسيقى الروحية والترانيم لترتفع من هنا الدعوات لحفظ بلادنا وتبعث برسالة محبة وسلام من هنا إلى كافة أرجاء العالم. من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، أحمد سعد الدين، النيل. رحبت مصر بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. يأتي هذا في حين تبادل الطرفان دفعة ثانية من الأسرى، حيث نقلت طائرتان من مطار أبها في جنوب المملكة 237 أسيرا من الحوثيين إلى صنعاء، كما نقلت طائرة من صنعاء إلى الرياض 16 سعوديا و3 سودانيين، وسيرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 3 رحلات بين المخا وصنعاء نقلت 100 سجين من الحوثيين. خفضت وكالة التصنيف الائتماني مودز تصنيف إسرائيل من إيجابي إلى مستقر، فيما تواصلت للأسبوع 15 على التوالي التظاهرات الرافضة لمشروع نتنياهو للإصلاح القضائي. ها هي التداعيات الاقتصادية لإصرار حكومة بنيامين نتنياهو على مشروع الإصلاح القضائي المزعوم. وكالة تصنيف الائتماني مودز قررت خفض تصنيف الائتماني لإسرائيل الائتماني من إيجابي إلى مستقر مع إبقائه عند مستوى A1. رغم ذلك ورغم الاضطرابات التي لا تهدأ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية السبت
أن الاقتصاد قوي وأن المخاوف التي أثارتها موديس طبيعية. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بيتسل إيل سوموتريتش في بيان مشترك إنه لن يكون هناك ضرر على الديمقراطية الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي، غير أنه على مرمى حجر من مقر الحكومة تجددت وللأسبوع 15 على التوالي الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومة اليمين المتطرف ومخطط إصلاح نظام القضاء الذي ترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أنه يقود المحكمة العليا. وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب حيث نظمت المظاهرة المركزية في شارع كبلان وفي نتانيا. دفعت الشرطة بقوات معززة لمنع اشتباكات بين المناهضين للحكومة وأغلبهم من اليسار والمؤيدين لها من تيار اليمين المتطرف. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية غلق العديد من الشوارع أمام حركة السير تزامنا مع الاحتجاجات. وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها تصنيف إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاء، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا وتقويضا لمنظومة القضاء. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلقي خطابا الاثنين يتسم بالتهدئة بعد أن وقع قانون التقاعد الجديد ونشره في الجريدة الرسمية. في المقابل تعهدت النقابات العمالية بمواصلة الاحتجاجات الرافضة للقانون. خطاب منتظر بالتهدئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد نشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد في الجريدة الرسمية، فيما تتمسك نقابات العمالية بموقفها الرافض للقانون. الحكومة تعتبر إقرار القانون انتصارا لها، لكن الإليزي نوه لخطاب مرتقب من الرئيس ماكرون إلى الفرنسيين للنظر فيما تم إحرازه إلى جانب المعاشات التقاعدية من انخفاض البطالة والضرائب وزيادة عدد المتدربين. وبعد إصلاح نظام التقاعد تقول رئيسة الحكومة إليزابيث بورن إن الحكومة ستمضي قدما في مزيد من الإصلاحات. في المقابل اعتبر قادة النقابات العمالية إصدار نص القانون بسرعة إزدراء للعمال، وتعهدوا بما وصفوها بمضايقات ديمقراطية من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. كما أكدت النقابات وحدة موقفها ضد قانون إصلاح نظام التقاعد منذ 3 أشهر وأن الأمر لم ينتهي بعد، متعهدة بعيد عمال حاسم، في إشارة إلى دعوتها لتعبئة العمال للتظاهر ضد القانون. فيما أعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكن المعارضين يرون أنه غير عادل لا سيما بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة. وصلنا وحضراتكم إلى ختام العاشرة، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وارتفاع عدد القتلى إلى 56 مدنيا وعشرات العسكريين. بناء على دعوة من مصر والسعودية اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لمناقشة الأوضاع في السودان. في كلمته بمناسبة عيد القيامة المجيد قداسة البابا تودروس الثاني يوجه الشكر للقيادة السياسية على الإنجازات التي تحققت في مصر. مشاهدينا الكرام، وصلنا وحضراتكم إلى ختام العاشرة. على رأس الساعة نلتقي من جديد ومزيد من الأخبار والمزيد من التفاصيل، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني nile.eg. إلى اللقاء.